هي الأرض التي تنتسب إليها أمهاتنا هاجر وزليخة وماريا القبطية، هي الأرض التي منها سيدة من سيدات أهل الجنة آسيا بنت مزاحم، هي الأرض التي عاش فيها كبار الصحابة وكبار العلماء ومات فيها آلاف الصحابة والصالحين. هي خزانة الأرض وخيرها يعم الجميع، هي أرض الأقباط والمسلمين والأرض المباركة، هي مصر أرض الصالحين. أرض الصالحين تشاهدونه من الأحد إلى الخميس في 5:15 مساء، ويعاد من الاثنين إلى الجمعة في 2:45 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.